السلام عليكم اصدقائي، قناة عام فيديو قصير. جاناكم فيديو جديد اليوم، رجعنا لكم باغرب المواقف واجهت من محل صارنا، بس المحل الجديد طبعا هذا. رجعنا رجوع قوي ان شاء الله. صار لي فتره ما قاعد انزل يعني بعض القنوات لين شيت ملتهي بالمحل الجديد ان شاء الله. طبعا مع الممكن من كل شغلات مالته، بقالي بس اشتري كراسي يمكن وخلص يعني. فخلينا نرجع اصدقائي على المواقف، مواقف المحل الجديد. طبعا واحد جالي اصدقائي قال انا من محل القديم قبل ما تعزل اشتريت منك واير مال اكس بوكس 360، شاحنه مال اكس بوكس 360. فقلت له اي شنو مشكله؟ قال لي اي درجعه. قلت له ليش؟ قال لي مو اني محوله طلعت عطلانه، فانا مش تعرف عبالي الواير. قلت له انت اشتريتها من عندي، اذا كنت تشتري محوله ابيع لك اياها ب 19000، انت اشتريت الواير. قال لا انا بس اي درجعه. قلت له ما يفيدني. ها يعني اصدقائي، قانون جديد بالمحل الجديد. ها اذا واحد اشترى مني شغله هو رايدها، ما بيه ترجيح، ما بيه شيل ورا شغله اللي اشتراها من عندي، ما بيه اي مشكله، ما بيه ترجيح، لان كافي خصائر بعد. شويه اتحسن قاعد اني من ناحيه تعاملي ويا الناس. ها من ناحيه تعاملي ويا نفسي يعتبر. لان اذا فد مره اعطيهم عين زايده هم خسروني اصلا. الملايين خسرتها مو بس بالمحل ذاك ليش القديم. خلينا نجي اصدقائي على الموقف الثاني. يوم قبل ما اخر شيء قبل ما عزت سويت هاي، اللهم صل على محمد وعلى محمد، بسم الله الرحمن الرحيم. سويت بالمحل الجديد، وبعدين وراها شويه جاء واحد قال لي عندك اغاني؟ قلت له ما عندي بس اجنبي. ها لان واحد مره باع لي انا اصلا اغاني ما اسوي، بس كيف اجنبي بس عندي؟ قلت له قال له اجنبي شو اسوي وراح. ها فاليوم فتحت بي، اتذكر اول يوم كيف فتحت بالمحل الجديد، جولي كل الاصدقاء الغفيفين المعروفين يعني. واحد هذا ابو الالف دينار، ها مره هم جالي، هم جالي ومو جالي، جالي ها يد هم يده ابو 2000 دينار ما شنو. ها ف هو عنده بلاي 2، فسولف لي قال لي انا اشتغل ب بكليه سوق عام النظافه مالي ما شنو. قلت له ايش قال يعطوك؟ قال لي 50000 بالشهر. على بوقتها هو قال لي 50000 بالاسبوع ينطوني، وقال اشتغل بكافيتيريا بوقتها. قال لي هسه قال لي لا عامل نظافه هذا اشتغل. ها وحسب ما نطلع لهم ينتجوا يعطوني اكثر انا واخويا. ها فانا نصحت اصدقائي، رغم هو اكثر من مره ضاربني بوري، ومره هاي مالي قلت لكم العمر بلاي 2 ما انطاني اياها بوقتها بالمحل القديم. اول موقف هو صاير وياي، اول موقف بالمحل القديم كان. ها فانا نصحته نصيحه، قلت ليش ما تشتري لك توك توك او تشتري لك ستوته وتشتغل بيها او تشتري لك اي شيء كان. قال لا ما عندي فلوس فلان شيء، ما عندي فلوس فلان شيء. قال لي وانا قاعد اجمع على واشتري بلاي 3 ما شنو. قلت له البلاي 3 ما راح يعيشك هو. ها حاول تلقى لك فد شغله معينه تقدر حتى لو كان فلس عندك تشتري بيها شغلات تفتح لك شامبر. ها وشوي شوي تطور نفسك تبيع شغلات. اكو ناس يفترون بالشوارع حتى يبيعون شغلات يعني، يعني حتى ما عنده فلوس هم واحد يقدر يرهم نفسه يبيع معي يسوي شغلات هاي. ف بس هو مبين عليه من النوع اللي يريد فلوس بس ما يدوخ راسه، لا ما اقدر اسوي شغله هيك، اخاف من الموتور. قلت له تقدر تشتغل تشيل لك موتور ب 150. ها 100 150 تقريبا اكو موتورات هيك اسعار. وتشتغل بيها دليفري العاد مطعم وفش. يقول لا اخاف من الموتورات، تراكب بايسكل، بايسكل يخوف اكثر من الموتور. فما اعرف بعد يعني اي شيء اقول له يطلع لي فد حجه. فاكو ناس اصدقائي يعني هو يقول يطلع حجج لنفسه عم ما يشتغل. ها هو غلط هاي السالفه. ها ف انا بقى بالنسبه لي قال لي مشكور واعذرني خاف دوقتك ما شنو. انا المره هذه دوقته، لان كل مره يجي يسولف وياي دوقتني المره هذه دوقته، بس بمصلحته انا حجيت وياه، بس هو ما شو اسوي له. ها ف المواقف الاخرى اصدقائي، واحد جالي اليوم جاب بلاي 3 مالته، قال لي اي تنزل لي العاب مال جود اوف وير، وحشت منه كيدتين وما شنو. ففحصت الجهاز مالته، طلع الجهاز مالته يعني شو نقول اصدقائي، هو محدثه من الانترنت. راسا قلت له انت محدثه من الانترنت؟ قال لي ايه. بتعرف يعني صار عندي خبره. فقلت له هذا رجع اصلي، فلازم تهكر مكتب الاكس بوكس او باب الشرجي. اذا تقول ليش انت ما تهكر يعني، هذا يحتاج له احتمال هين، والهين انا مو كل شيء اعرف له. حتى ذاك العادي يعني العادي هم اقدر اسوي، ما عندي مشكله يعني. ما تعلمت الطريقة أنا يعني، بعض فيديوهات بيوتيوب شوية تعلمتها، بس يحتاج أول شيء إنترنت، ويحتاج يعني شو أقول تسحب شغلات وهاي، ويحتاج لك إنترنت شوية سريع وهاي، وش طريقة معقدة يعني، أي غلطة ممكن يخرب الجهاز. فأني ما دوخت راسي بيها، فشغلة ما أفهم بيها، أو حتى لو أفهم بيها ما شغلة بيها مخاطرة يعني، ممكن جهاز يحطل
ما ادخل نفسي فيها، شغلات تحديث جهاز او تهكير ما ادخل نفسي فيها، لان خسارتها اكثر من سعرها. يعني ممكن الجهاز ما تصيب مشكله وبعد ما يصلح او يصير ذنب علي، او ممكن يقول لي غرم لي يعطيني جهاز بداله، فانا ليش ادوخ نفسي في شغله؟ اكو ناس يفهمون بيها مسويها 100 مره، فكهربونا تعرفوها شلون، اذا يقول خي يو بي اس، فاصدقاء يعني احتياطا يعني المخاطره ما تسوى السالفه، واصلا هذول ما ينطون فلوس، حتى لو قلنا 10 يقول لي ب 2000 سوي لي مثلا. فبصوره عامه شغله بمخاطره وما بيها فلوس يعني تسوى، ها؟ ما تسوى ادوخ نفسي بيها يعني، ها؟ اذا شغله ما بمخاطره مثل تنزيل العاب وسوالف ما بيها مخاطره السالفه، يعني ما بيها شغله يعني، بس يعني ما عندي مشكله انزل العاب وفي الشيء هاي، شغلات ما انزل ملتي مان هاي اذا ما ياثر، حتى لو صار بي مشكله اقدر امسحها وانزل مره اخرى، مو مشكله. بس شغلة تحديث فرمتها مو مشكلة، يعني فرمتها مو مشكلة. ها بس شغلة تحديث او او او, أو تهكير ذني شغلات تخوف، يعني ممكن جهاز يعطل، اذا انت قاعد تحدث الجهاز وغربات طفت عليك او فشي صار عندك او اي غلطة معينة، فممكن جهازك يعطل بعد ما يتهكر، اصلا ما يتهكر. فانا ايش ادوخ راسي من الشغلة. فنجي موقف المواقف الاخرى، هو اشتري من يده، قلت له مو انت حاليا انا رغم هو يفيدني، بس قلت له انت حاليا هكر بعدين اشتري له يده. قلت له تروح باب الشرجي تركب اكو كوسترات من الشعب الف تركب يودوك، او باب معظم انك باب الشرجي، بس باب الشرجي قبل 1000 دينار يوصلك هناك وبرجعه 1000، واذا بدك ما تندل وهاي تقدر تركب تاكسي ويوصلك، ها يوصلك للمكان انت تريده وتخلص ومركب تاكسي اذا عندك فلوس، واذا ما عندك فلوس وما تدري تدوخ راسك روح المكتب الاكس بوكس بشارع عدن، هذا ب 20 مليون يسوي مو 10000، باب الشرجي احتمال ب 10000، فهذا ب 20 يسويك ويهكر لك اياه مرات لك يدلك اياه هن يمكن، ها؟ ف ما اعرف بعد هو بكيفه يروح لذاك ما يروح لا هو بعد كيفه، ها؟ فالمهم اكو وايد ناس جو لي اليوم اصدق هالايام، يعني هالايام اللي فتحت بيها وقبلهم كانوا يجوا لي على انه بلاي 4 او اكس بوكس سيريس او بلاي 5 وهذا السوالف، وانا ادري بيهم بس يحشون يعني حاجي بس زموخ يعني مال يشترون من هاني رمزي اذا يشترون، لان بصوره عامه اصدقائي اعذروني حف الصوت يجي يعني يمكن مريض انا شوي منشول صار لي كم يوم ما تروح من عندي نشله. فالمهم بالنسبه للبلاي ستيشن، انا بالنسبه لي حاليا عندي بلاي ستيشن 1 وبلاي ستيشن 2 وبلاي ستيشن 3، بلاي 3 عندي سليم وسوبر سليم، البلاي 2 عندي فات وسليم، وبلاي 1 عندي فات وسليم، الاكس بوكس 360 عندي سليم بس، بلاي 3 عندي فات هم بس الفات عطلان، يعني بس عندي سليم وسوبر سليم شغالات. الفات ايش بس ديكور واحد اذا يدي ياخذه بس ديكور ب 10 قاعد ابيعها. بالنسبه للبلاي 3 قاعد ابيعها ب 160، السليم وسوبر سليم والاكس بوكس 360 هم 160، نهايه كل ذني اجهزه 150. اما البلاي 2 اكو عندي 50 سعره، واكو بي اغراض ثانيه يجي تحويل اتش دي فلاش وسوالف اشغالات اخرى يصير عليك ب 70، بس اذا تيده بس يعني هو بلاي 2 العادي يعني بدون اي شغلات يعني بس يده وسوالف يعني اغراض مالت العاديه فيصير عليك ب 50. وعندي بلاي 2 شغل اقراص هذا ب 55، 100,000 واحد قال لي راح اشتري من عندك واحجز لي واحجز لي، واكو واحد باليوتيوب قال لي احجز لي، واحد بالواقع قال لي احجز لي، واحد خابرني قال لي احجز لي، واحد جالي المحل بكته بمحل قديم وقال لي احجز لي، 100,000 واحد احجز لي ولا واحد يشتري. عجز علم البزار فلهاني رمزي ميكي موز يشتري من عندي، انا جايكم جايكم لا تخاف ضم لي ان شاء الله بعد 15 سنه اشتري من عندك. فالمهم والفيكات مال يقول لي مثلا اعطيني اياه هذا الفشي، هاي قمت انا قبل شفت الزوج فهسه لا مثلا يقول هاي واحده جتني اليوم قالت لي اعطيني القرص اصلا انا اجيب لك فلوس، قلت لها لا جورج جيب فلوس هذا الشيء، هو قال لي من يخالف وما جتني اصلا، ها فهي كلاوات يعني اصدقائي من كثر يعني فادني المحل القديم، الشيء الوحيد اللي فادني بيه اصدقائي نقدر نقول الشغله الشغله الوحيده اللي فادني بيها انه طاني شوق الطريقه شلون اتعامل ويا الناس، يعني شلون اعرف هذا الشخص كلاوتشي، هذا الشخص مثلا نصاب، هذا الشخص هذا فلان شيء، يعني مو مثل ما انا تقول انت ما مفتح بذاك وراسا مفتح بهذا احسن لك يعني، بس ما كان يصير عندي خبره يعني هالسالفه، اكو ناس اصبوا علي، اكو ناس مثلا حكوا وياي، ناس فلان شيء، فبعد اعرف يعني هو نفس الناس نفس المنطقه يعني ما راحت الغير منطقه عم تقول يعني، فقمت اعرف ناس مثلا هذا الشخص كلاوتشي اعرفه بس يجي لي كلاوتشي، لان انا كان موقف وياي يعني صاير، اذا واحد حتى لو يقول ما جالي قبل جالي اول مره بس من طريقه حكيه من طريقه تعامله اعرف هذا كلاوتشي او اذا كان صدق يشتري، ها فيعني علمت بقى.
واحد اكثر مره حكي بمحل القديم بلاي 3 اشتريت تشتري له بس بوقتها فات عشان مو خوش نوع ايام زي ما اشتريت ها. فواحد مصالحين نصحوني قالوا لا تشتري البلاي 3 فات يحطل يعني ما يفيدك. انا عندي اثنين ثاني بس يجي منظر واحد ياخذه. ف مرة على مود خمس مرات رحت الباب الشرجي هو قال لي اشتري منك بلاي 3 اشتري منك بلاي 3 حكي بوقتها اتذكر هالسنة هالسنة بشهر السادس ها هم شفت المحل القديم. ف بس انا اشتري بضاعة مطلع فلوس التاكسيات اللي ادفعهن يعني. وبالاخير ما اشتريت الفات لان الفات اصدقائي طلع بخوش نوعية او انا ادري بخوش نوعية بس انا شيء هم زي ما اشتريته وسلم طلع سعره غالي. وهاي بوقتها ايش قال لي هو قال لي قال لي خليني اروح وارجع لك وهالسوالف شنو ناصب علي ما شو قال لي يمكن تقريبا ها. هو قلت له انا على مودك رحت خمس مرات الباب الشرجي بنفس الشهر هو الشهر السادس والخامس الخامس نهايته على السادس يعني يعني انا ايش عندي رايح خمس مرات يعني حماس تلبى ضاعه بطريقي بس احكي لك يعني بصوره عامه يعني مره واحده اروح وخصم ليش اروح خمس مرات غير على مود الشغله الرئيسيه على مودك يعني بالاسبوع نفس ثلاث مرات مره اتذكر اسبوع بالاسبوع ها. فيعني انا الخسران مو انت انتو شو بتفايدتني. بعدين صار عندي بلاي 3 فات وصار عندي سليم فات نوعيه زينه لان واحد باع لي اياه ما بيش كان ذاك يعني هو نادر بتلقى فات زين يعني. ف بوقتها قلت له بعك اياه ب 75 ما اشتراه من عندي واحد لاك اشتراه من عندي. جالي سليب قلت له هذا 150 قال يعطيك موبايل بداله شريت موبايل قلت له ما يفيدني. هالمره هم جالي هيك بس سلم علي وما سالني على شغله معينه ها. قلت له اذا تريد انا ترى صار عندي بلاي 3 سليم وسوبر سليم قال لي بيش اسعارهن. قلت له 160 سعرهن نهايه 150 ها. فقال لي هسه ما يصير ب 100 جالي مره ثانيه ما يصير ب 100 ها او ما يصير ب 100 قلت له لا ما يصير ب 100 ها. قال لي ليش انت غالي هلقى السعر وما شنو ما. قلت له انا بالنسبه لي لا غالي اسعاري ولا رخصها انا بقي نفس اسعاري يعني بالنسبه لي اذا صارت مدارس مو تقول لي رخص كيف صار مدارس واذا صارت عطله ما غلي هنا يعني انا اسعاري ثابته بالصيف تجي لي تجي لي بالشتاء تجي لي بالربيع تجي لي بالخريف تجي لي اي مكان من بدايه شهر الواحد بال 2000 مثلا اي سنه لحد نهايه السنه نفس اسعاري يعني لا زادا ولا بالعكس دوراتي رخصه دوراتي رخصه ها. فبعد بصوره عامه يعني لا انا غليت بالصيف ولا انا رخصت بالشتاء يعني ها اسعاري ها اكو همه يعني هم يرضى باسعارها. ف اصدقائي واحد انا شديت مال بلاي 4 ابيعن على 45 الاصليات ها 45 كلش واحد يعاملني نقص له 5 ابيع ب 40. فجالي اثنين هاي بارحه الحكي وهم كذابين ها حال حال باقي كذابين. فقالوا له عندك يدات مال ايده للحاسب اكو وايد يده مال واير حاسب قال لا ما تفيدني. قلت له ما كنت 63 تقدر تستعملها للحاسب ومال واير 15000 سعر قال لا ما يده مال واير قال لي مال بلاي 4 قلت له اذا تقدر هذا العاديات هاي ب 20 22 احسب كاب 20 وهاي ب 25 سعرها ها هاي الالوان قال لي لا لا اصليات مش تبيعهن. انا يا اصدقائي نخصت فد مره يعني اصلي كل فد مره ما تتوقع ايش السعر ما تتوقع تقول يا عم تتفاجئ 25 قلت له الاصليه اصليه ب 25 انا ب 45 تبيعهن يعني قصت 20000 ايش قال لي؟ قال ايش دعوه 25 ها ترى هو مال بلاي 5 قام يبيعوه ب 50 ما شنو ماكو اسعار. انا ذاك يوم فيديو شفت مال همام تيوب رايح الباب الشرجي حكي قبل شهر يمكن ها فرايح الباب الشرجي وسال ناس بباب الشرجي واكثر من فيديو شفت الهمام تيوب ها وانا نفسي سالت الاسعار ما يحتاج انا هاي. ف هو يعني سال على يده مال بلاي 4 الاصليه الجديده مات ب 75000 والتجاري يسموه هاي يسموه مال يعني بباله يصحوا له ما شنو ب 45 قاعد يبيعوها 40 او 45 هيك السعر بس نظيفه يعني شغاله كل شيء ما بيها ها. انا قلت لك ب 25 يعني ارخص من عندهم 20000 شنو بعد اكو ارخص يعني بيش ابيع كاب 10000 يا مال بلاي 2 بس اعرف مالك بلاي 3 بلاي 3 سعرها اكو يدات 12000 15000 ها زون ابيع لك يده مال بلاي 4 اصليه واقل والعاديه قاعد نباع ب 20 25 ها. شلون ابيع لك الاصليه حتى لو مستعمله بس ما بيش ما خربانه يعني ها. فشلون 25000 وتقول لي غالي هو قال لي باكر اجي اشتري من عندك وشذا ما اجي. قلت له يا جلده كيف يا جلده ب 30 لا تريدها ها واذا تريدها بدون جلده عادي ابيع لك اياها واحدها ب 25 عندي اثنين يدات اصليه حاليا قاعد ابيعن على 25000 ما تقول لي ماكو السعر ترى جزء ورا فتره جزء غير رايي ورجعنا على اسعار القديم بس انت اذا واحد يلحق علي خلي يشتري نفسه احسن له اثنين ناطر ب 50 يعني يدتين اصليات مال بلاي 4 ها وش السعر؟ تشتري له جلده وياهن يسع لك ب 30 يده ها؟
ما بعرف بعد الناس شو تريد. ها هو بيعجبه بس عارف ايش يريدون، بس اعرف شو يريدون بس. ها ف عموما اصدقائي واحد جالي نفس هذا كل مره يقول لي انت غالي وانت فلان شيء، مرات اقراص ما يقول يروح غير محلات تشتريه ب 30 يمي ب 20 يقول لي غالي. ها هو لسه اعترف مره قال لي هالي اللعبه ايش لقيتها هالك السعر، ويمي ما يجي يقول لي غالي. ها جالي على لعبه فيفا 22 فقال لي اذا تجيب لك عندي لعبه جوشين توشيما، قال لي شبح توشيما اسمها اللعبه. هاي اللعبة مال ساموراي مثل ساموراي تعارك وتشبه هذا الالعاب الصعبة دارك سول وذني لعبة يابانية. ها ف جاب لي قال لي ما جابه بس حكي يعني، قال لي هو انا قاعد ارتب المحل، قال لي لا عادي اشتغل اشتغل. قلت ايش اشتغل انت غير تروح على مود انا اشتغل يعني، اذا تبي تشتري اشتري. قال لا بس صافن بوجهي، لا عادي اشتغل اشتغل يعني مود تبلش تبوق. ها ف المهم قال لي هجيب لك هاللعبة، وهو حكي بس حكي. قال لي بس تطبيقيا بالفيفا ايش قد فرق؟ ها؟ قلت له فرق اعطيني 10، انا حسبت اللعبة مالته ب 15000، انا مالته ب 25، قلت له 10 اعطيني. قال لا شنو مالته جوش تشيما 30 يبيعوها ما شنو هاي؟ فقلت له بكيفك هو سعرها هيجي، انت اذا جيت تبدلها بغير لعبة اعطيني 5 فرق، اذا جيت تبدلها بهاي اللعبة او بعض اللعبات 25 حسب سعر اللعبة. ها؟ فا وفي بثنا عشان هم مفروض بارا وسه، لأن أصلاً ممكن واحد يشتريها من عندي بخمسة وعشرين، أصلاً 25 تعتبر رخيصة ترى في 22 30 35 مرة أنا في 22 بعتها بخمسة وثلاثين، المرة قاعد بعتها بخم 25 يعني تعتبر رخيص كلش. ها حتى الناس واحد جالي هاي كل مرة قبل ما عزل المحل ذاك القديم، هاي نفس في 22 قبل ما عزل المحل القديم واحد كان باع لي اياها، فقال لي ها شنو رخيص ليش مشتري تشتريها؟ بس يقول لي رخيص خلاص رخيص يشتري. واحد جالي هذا كان يقول جوارينك، احنا جوارينك نفس هذا اللي جوارينك اصدقائي، اول شيء جاء اخو صغير بعدين جاء اخو كبير، هاي المره اشترى مني كيس بوكس 360 ورجع علي، وهم مره يقول لي خطيه انت اخو كبير بالنسبه لاخو صغير رجع علي كيس بوكس 360، واخو كبير اللي يسموه يقول لي خطيه انت شلون طلع جارك، وبنفس الوقت هو ما يعطيني فلوسي كامله مال تنزيل العاب اصدقائي، 3 لعبات ب 3000 نزلن يعني لعبه ب 1000 صارت عليه، هو يقول لي لا لعباتك ما لقيت ما شو ليش كنت ادفع فلوس ماشي، ويقول لي ليش انت خطيه ماشي. نفسه هو اول شيء اخو الصغير موقف بمحل جديد احكي لكم، موقف جديد يعني محل جديد وموقف جديد، اخو الصغير جالي قال لي اعطيك كيس بوكس 360 ماتي عطلان المشغل اقراص مالته، واخذ منك كيس بوكس 360 ماتك شغاله مشغل اقراص مالته شغل حتى كيس بوكس كلاسيك 360 ها بس مقابل تعطيني فرق انت. قلت ليش اعطيك فرق؟ يعني انت تراوس مالتك اللي بمشكله اللي هو ما يشغل اقراص، وتاخذ مالتي اللي يشغل اقراص، يعني مالتي احسن لو مالتي هاردي بالعاب اكثر. ها ف كل ما يروح يقول مشكور مشكور. قلت قدم ال مال 360 كان ما ياخذها من اللاسلكيه ها، لان 25 ويعتبرها غالي خلاص، لان بقت لي واحده مستعمله قلت لها ابيعك اياها ب 20 ويا بطاريه وواير، يعني ب 15000 محسوب عليك. قلت لها جديده بدون بطاريه وواير بطاريه ب 5000 ينباعن، جديده بدون بطاريه وواير ب 15000، جديده ويا بطاريه يعني مستعمله بس شغاله وانا مصلحها بفلوس اصلا. ها ف يعني انا اصلا يعتبر بلاش قال ما قاعد ابيعك اياها بهذا السعر. ها فاللي اللي بالواير تنباع ب 15000، فقول يا مشكور مشكور. ام الواير بش تبيعها 15 شو ما تنقص ما شنو. هو واحد مره جالي نفسه يقول لي اشتريتها من واحد ماش اسمه ام بالشعب، قال لي اشتريتها منك ب 20000 انا قاعد ابيعها 15. ها ليش بعد ما اعرف بعد اصدقائي. اخو نفسه الكبير اجى سالني قال ليش شلت من محلك القديم؟ قلت له حكيت السالفه، قلت له هذاك المحل ابو المحل كان يبوق من عندي كهرباء من عندي مال مولده، وهاي شنو حالهم شنو شنو هذول ما شنو ما ما سوالف، وهاي بعدين قال لي اجيب لك الكيس بوكس مالتي، وعاله كلها كذاب اصدقائي. ها اجيب لك الكيس بوكس مالتي هسه وعم تفحصلي عليه شغله خلاص اشتري منك خلاص. ها وراح ورجع وراح وصل ما رجع ها بعد احسن. ها فهو يستخطيني على اساس بس ما يعطيني فلوس كامله، هو يستخطيني مثلا ما يدي ينزل لعبه ب 2000 مثلا، هو يستقطيني ويقول خطيه وما شنو، بس شنو هذا استقطاب الزارف؟ لا تستقطيني يا عمي، ما رايد منك استقطاب، ما عايز عليك ولا عايز على اي واحد. ها فيا بسرعه وهاي الحجه مالتك مال جوارينكم، جوارينكم بعد ما صرت جوارينكم انا شلت يعني من هالمكان، يعني صرت لي قدام.
نفس المتجر بونا بس لي قدام يعني. ف نفس المعلومات اصدقائي، محلي على الكترونات بغداد الشعب شارع عدن، فرع مقابل مطعم حاج عادل، بس مو قريب على اسواق ابو جعفر او فرنسا مو باريس، بعد لي قدام يعني شوي اعمق، مقابلي سمو واحد يصلح مبردات، وواحد ذولا ثلاجات وشغلات، هاي مبردات واحد ثلاجات، ذولا ثلاث محلات، واحد موتورات واحد مبردات واحد ثلاجات، ثلاث محلات ذولا مصلحين. وبصفي ابو دلالة الليث، يمكن اسمه دلالة ابو ليث، بصفي محل اللي بصفي يعني. ها فيعني يعني هاي اقرب نقطة، وقدامي فرع يعني يعني تقريبا مكتبة بيكاسو قريب علي يعني، بس شوية ريغات يعني، بس هو يعني كل يعني صار المحل اللي اقرب على بيتنا يعني صراحة. ها فالمهم اصدقائي، فهالحجة ما يقول جوارينك بعد بعيد، صرت بعيد عليكم يعني، وين الجوارين بالموضوع؟ بعد جوارين نسائية. ايام جا لهم واحد قال لي كبس لي هاي الورقة ما شنو، كبست لي يعني ما عندي مشكلة كبست لي. ها ف يعني بصورة عامة اصدقائي سويت كاميرات مراقبة يعني محلي، على مود بعد واحد اذا راد يبوق من الشغله هاي على الاقل يخاف، او حتى لو اذا في حاله انا ما منتبه وباق من عندي، خلينا نفرض جوي مجموعه راح يتصور، هذا يقول لي هو شنو فائده التصوير اذا هو بعد ما كان عندك ابوي نفس الشيء قال. بس اقدر اسوي اثبات الى غير مره اذا جالي ما اعرف بعد، اذا انا ما انتبه، خلينا نفرض انا نفس اللحظه ما انتبهت وباق من عندي شغله، ها و انا بعدين بالكاميرات مراقبه انتبهت انه باق من عندي شغله، خلينا نفرض ها، فراح هذا يصير اثبات عليه انه بعد اذا غير مره جاي اقول ترى باو عند فلان يوم جيت لي بقيت معي، يقول لا ما بقيت من عندك اوريه، اقول باع، وممكن اخابر الشرطه ممكن يشغل ولا اهدده، فلو يعطيني فلوسه لو هاي، واذا اقول لي يطلع يتحجر يقول له تجي انا يمي، ما يقدر يتحجر، تخيلوا هذا ابو الباك مني فلاش مصوره اني، خلينا نفرض هذا الباك مني فلاش بالمحل القديم لو انا مصوره مثلا، ها افضل شيء اقدر اهدده اقول له اشرب الانترنت، حتى لو ما اروح الشرطه مش انا اشرب الانترنت، اقول له انت بقيت اي واحد يشوفك هذا حرامي، حرامي يا سامي ذاك. ف بصوره عامه اصدقائي يعني يصير شو اقول الحلقه، انه قدام الشخص هذا شاف كاميرات مراقبه حيخاف يسوي شغله غلط او شيء مثلا، ولو ناس قبحيه حتى كاميرات مراقبه ما يدير بال. ها اكو اسولفكم سالفه اصدقائي، مره واحد اي موقف قديم صاير بمحل القديم ما بسولفه قبل، واحد كان شارع شرطة قاعد تمشي، فقال لي بس اذا اطب ابقى محلك شويه وبعدين اطلع. ها فقال لي لين الشرطه قاعد كاميرات تصور ما شنو، فهذا اتوقع جزء من خارج عن القانون، احتمال مسوي له شغله دقه فمنهزم من الشرطه، احتمال ما اعرف بعد، ابوي سولفت الباب ابوي وقتها قال لي هذا احتمال اللي نزل من عندهم يعني منهزم من الشرطه، مو منهزم يعني من السجن او فشي مثلا، مسوي له فد شغله معينه ومسوي له بلاغ عليه بصورته هاي، فما يجي يتصور بالكاميرا عمود ينعرف انه هاي المنطقه هو عايش فيها مثلا. ها ف ليش عنده قاتل يعني، ايش عنده ثاني كشخص عادي ايش عنده يقتل، حتى لو كاميرا قاعد يصور ايش عنده يقتل؟ ها اكو ناس ما اكو ناس مثلا ذا برنامج تلفزيوني ممكن ما يحب مثلا هيك شغله، بس عنده هو قاعد يمشي بالشارع وسياره الشرطه قاعد تمشي يعني، وذا يعني اذا انت تتخبى من الشرطه معناته انت شو نقول مسوي شغله يعني. فهاي السالفه اصدقائي حشينا هوايه وقت عدا يكفي قد يعني، مواقف واحد جيت لكم يعني المواقف الرئيسيه بصوره عامه، طبعا المواقف تعبانه بعدي نفس مويته من محل جديد يعني، اقول بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله محمد، طبعا هذا رمزي واي سوق من عندي هالفتره دام يوميا اكتب هذا رمزي توقيع، هذا رمزي توقيع لان ماكو يعني، هو بالمحل القديم الايام الاخيره مالته اواخر ايامه ها سمو 17 بالشهر شلت من عنده تقريبا 17 10، ف ما يعني بصوره عامه ما طلعت يعني فلس يعني ما بيها 100,000 يمكن طلعت بيها، اولا صارف بس الايجار 350 350,000 مال الايجار الثاني يعني، انا حاليا 3 ملايين تقريبا صرفت على المحل بين شيل المحل القديم لشيل الجديد، اشتريت قلت لكم حدايد سوى الشغلات هواي، وحكيت فيديوهات نزلت عنها على شرح المواضيع اللي سويتها يعني، اخر شيء سويته حاليا طابعه صلحتها مالتي بس ما صلحت 100%، لان بقى بي مشكله واحده ما تطبع على لون اسود شوي يصير مشاكل بالورقه، انا شريتها بعت لخ بس يعني هاي سويتها احتياط يعني، شريت مشتري لها حبر قفت حرامات ما صلحها، فكلفتني 100 كراوي يعني 10 روح 10 جايين يعني طابعه انا ما اخذ وياي، وخمسه اشتريت هاي من منظف مات جام،
و70 الف تصليحه، 95 الف يصيرن في 2000 مال توك توك مال يصير دولمه ما شنو، فكان فدي 97 تقريبا، يعني قول 100 97 و 99 يعني قول 100 تقريبا 100 يعني قول 100. وعندك بعد طابعه هذيك اشتريتها هذيك مره 300 الف، والحبل مال هذه الطابعه اللي صلحتها 130 430 هاي يعني مره معلن. وعندك الحدايد سويت مال هاي عرض اقراص وسويت رفوف وسوالي مال كابانج وما شنو كله كلفني، ونقل القطعه وما شنو كله كلفني 325. وعندك جابر تسوي بس طلع ذاك مغلواني بالجاب ونفسه يقولوا انتم تشتغلوا ايش عندنا جايبك انت احنا نشتغله، فما سويتها. كهربائات مال المحل سويت كلفني هم 100 وشويه تقريبا، والاضاءه سويتها للتصوير يعني جلوبات وشمعات هم تقريبا 100 وشويه كلفني 136. الاضاءه كروم وهالسوالف، اذا تحسب الكاميرا انا مو كنت مشتريها من زمان بس ما استعملها، كنت مشتريها بكلفتني 138 ويا الحقيبه مالتها ويا الشغلات يعني الرام وهالسوالف. ف مو يعني صرفت عليه قوس طرف، وحد الان بعد ما مكمله بعد لي اصدقائي طبعا تلبيخ 310 حداده 325. سمو اشتريت لها سموم، سويت لها اضاءه 100 وشويه والكهربائيتها 100 وشويه، والطابعه قلت لكم تصليحها تقريبا 100 والحبر مالتها 130، واشتريت طابعه جديده ب 300. فيعني واقع اصرف حاليا يعني. وعندك بعد سموه، انا اصدقائي احكي لكم الصراحه بصراحه عامه، الدولة سنتين اشتغل يومهم ست اشتري كم عاطر كان ما كان مدرس بس يعني كاتب كانوا مخليني على اساس تدرس هالسنه بس حولوني لوزاره التربيه، يعني ما بين وزاره التربيه وما بين هذا سنتين صار لي شوي اكثر من سنتين نقول تقريبا. ف المهم الراتب كان ما ينطونه يعني على حساب نروح كراوي ونرجع وهالسوالف، لمونا اياها انطونا كم مبلغ فوق الخمس ملايين يعني تقريبا يعني نقول 7 ملايين شوي اكثر. 5 ملايين كنت مطلوب ماني مال المحل هذا دفعت لاهلي قبل، بقى مليون وشويه هاي صرفتها هسه حاليا على لاني. بقى لي شويه اشتري ملابس نفسي يوم السبت. يمكن الشغله الوحيده استفادت من عندها الفلوس اللي طلعتها يمكن اشتريت كام موبايل هاي خلاص مسائل، باقي شغلات كلها يعني صرفتها على المحل مالتي يعني جديد اللي واصل ما مستفاد من عنده، للقديم مستفاد من عنده حاليا ولا جديد بس. يعني انا صرفت الخمسة طبعت دهدين كنت مطلوب 5 ملايين و 6 ملايين ونص تقريبا بس هم حسبوا لي 7 ملايين تقريبا بس هم حسبوا لي 5 ملايين والمليونين وشوية كان باقيت لي قلت اخليه بالبنك صرفن. بقالي شوية من عندهن اشتري هدوم هم يكلفني فوق ال 100 احتمال ما اعرف بعد. عندك راح اشتري بعد شنو راح اشتري كراسي للمحل، كراسي للمحل واحتمال اشتري عرض من الاقراص اذا لقيت بالنهضه. انا حنروح يوم الجمعه ويوم السبت نروح للشورجه لان ارخص شويه من هنا، اشتري كراكسودات على كم كراكسودات الصيفيه والشتويه ذاكو لان هسه بعد ما صار كلش بارده يعني بعد شهر يمكن او شم يوم يصير الشتاء بعد ثلج يصير. ف يجي له سانتا كلوز يو هو هو. فالمهم بشهر 12 اتوقع بعد برد من برد يعني. هو شتان يمكن شهرين او ثلاث. عندك يعجبني كم دشداش اشتري لي اذا لقيت ما اعرف بعد، كم كركسود وكم بنطلون اشتري وكم تيشيرت هذني شغلات، وحذاء احتمال اشتري لواحد. فذني اتوقع يتجاوز ال 100. وعندك يوم السبت يوم الجمعه قبلها انا حروح ال طبعا احنا اصدقائي ايام عطلتي ما قاعد استفاد من عدل يعني كائن نفسي واحد مثلا يوم عطله يرتاح بي مثلا ينام بي حتى يوم الاجازه مثلا الاثنين كان عندي اليوم كان الاثنين كان عندي اجازه واجازه ف ورغم هذا هم طلعنا رحنا عم نصلح الطابعه يعني الايام اللي اقعد بيها اتعب بيها اكثر من الايام اللي اروح بيها للوظيفه يعني بصراحه عامة. يعني انا بصراحه عامة يوم جمعه والسبت هي عطلتي مثلا ها ما ارتاح بيها، يا حتقول لي ليش؟ يقول يعني يصير لي بيه شغله مثلا لازم اسوي شغله معينه، اسوي فلان شغله مثلا، لازم اسوي لي فشله او شغلتين او اكثر، يعني تخيلوا مثلا يوم من الايام يمكن يوم السبت، اي السبت اللي هو
اول البارحه ها، فرحنا لشارع صنعاء ها، اشتريت كاميرات مراقبه وياها هارد مالتهن وياها اليو بي اس مالتهن، واشتريت بطاريه اللابتوب مالتي كلفتني تقريبا 194,000 تقريبا، هو كله ويا التاكسيات روحه وجايه. ف بالمحل انا حضرت كل شيء بس مقابل نصب الكاميرات، خابت ابوي خابر واحد كهربائي عندنا هو يسوي، فبقيت بس ينصب لي اياها، يقول لي اليوم ما اقدر اجي ها اصدقائي، يوم السبت هو جاي يقول لي ما اقدر اجي يعني عندي شغل ما شنو، فقلت انا بعد يعني بس بقى نصبهن يعني غير هو يعني بس اعطي عام 10 15 ما تسوى بس ما يخالف بس دق 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 بالحائط ها، انا كملت كل شيء يعني ربطتهن بس بقى يدق لي اياهن يعني ما عندي درجه وفي الشيء، فقمت اطلع على الكرسي شغله تعب، كل ساعه ادق مسمار يوقع ادق مسمار يوقع، فتعبني كلش يعني حيلو 3 ساعات ما 4 ساعات انا اشتغل به ها. فاربع كاميرات ثبتتهن وايرات مالتهن طوال لازم هم اسويهن يعني، فشغله تعب يعني مو شغله سهله ترى ها، الا اذا واحد هو خبره عنده بهنا واحد، بس احكي لك يعني شخص اول مره بحياته يسوي بكاميرات مراقبه، فضبطتهم والزوايا مالتهم لازم اضبطهم هواي شغله ولازم على كيفك تدق لان تكسر الكاميرا اذا تدق حيل ها، لازم على الحواف واسولف بمكان ثلاث بسامير ها، ف هي شغله وبراغي مالت الجانبيه تشلحن وبعدين ترجعهن وكلها انت حكي صاعد فوق كرسي فوق ثلاث منادر مخدات وانت على اطراف اصابعك وقاعد تضبط بيهن شلون، ولازم الكاميرا بايد ها وايد نفس الايد شايل لازم بيها بسمار واليد الثانية تدقدق بيها وشلون تركز وتشوف بس تعرف تخيل نفسك وش الوضع يعني ها ما اعرف يعني مو يمك قبالك الكاميرا وانت قاعد وعلى راحتك تدقدق بيها لا انت صاعد فوق غير تسوي مكانات عالية ها، فضبطت الزوايا وسويت اربع كاميرات كل واحدة من الصفحة تصور مكان زينة يعني اختاريت ها، وخذيت الوقت التسجيل سجل يعني ويوميا تحفظ التاريخ مالتها بالضبط يعني يوميا، وجربت انا يعني جربت الكاميرا المراقبه وحتى وين طفي الكهرباء يصور يعني، ف فبسرعه عامه اصدقاء يوم الاثنين جاي للصبح الكهرباء قال لي انت نصبت الكاميرات ثلاث ايام وراها تجيني طبعا لا صب، قلت له اين صبت وراح جاي بالطابعة ناخذها للتصليح حتى الصبح ها، قبل ما انتظرنا لك الكاميرات وانا خابرتك كانت حاصل لك شم فلس يعني انت في النت صحيح سويت لي الضام المحل دقيقه كي هو اخذ 25 30,000 اخذ عليها 25 مرات 30,000 اخذ عليها اي كهربايات مرتين سوالي مره على 25 مره 30 ها يعني وفادنا يعني بتحت بس انا احنا قاعد نفيده يعني ها، بس يعني هو جاي هم فتح 25 يحصل 20,000 بس انا 25 شخص اجيب شيزي بعد احسن اجي ادفع فلوس، ف فالمهم اصدقائي كل الاشخاص اللي جبناهم يشتغلون بالمحل شغلهم اصدقاء بصوره عامه شغلهم تعبان، انا اقول لك مثلا عندك ابو جام جبناه عشان يشتغل لنا يقول لنا انتم كسروا فلان شو سووا شنو المن جايبك هذا جبنا ما جب طبعا ما عاونوا هذا الحداد ظروف بالحائط اكو قلت له سوي لي اياه بالسقف ما سوى لي اياه سوى كل الشغلات مع هذا الظروف، المرمارات قلت له اربعه اسوي سوى ثلاثه بس، قلت له هل حدا الرفوف الاثنين قلت له رفين بس رايد وياها عرض مال اقراص الرفين جواهن مكان عرض اقراص يعني يعني سموا سرا وين عرض اقراص، فقال لي ما يخاف اسوي لك اياه ها، وطبعا يوم لا هو كان ما جاي نايم كان ما بيح يجي ها، اليوم اللي وراه عشان مستلم المواد منطيه 115,000 عربون بعدين طلع 210 يعني صار 325 ها، ف اصدقائي سوانا رف واحد وحلف بالقران برب العالمين انه احنا متفقين وياه على رف واحد ها، ف يعني ما رفعته سمو قلت له على النمرات ماكو داعي نمرات الباب كان ما تسد زين الكبنج يعني توصل القبل الاخير لازم رجليك حيل تسوي وتقفل الباب يتضوج هالشغله اذين يعني السالفه يعني ظل لازم رجليك تصاب عليه حيل، بينما الكبنج مال ذاك المحل القديم بس اسده قبل يصير قبال النرمادة اقفل الباب خلاص، لا هو قلنا له سوينا اياه ما سواه نرمادات اربعه قلنا نسوي سوا ثلاثه ها، هاي الظروف ما سواه
والمكان مع عرض اقراص بعد اثنين، وحتى العرض الاقراص سواهن سوى بفتحة مجال ما بينه وبين الحائط، بحيث القرص مو غلاف يعني، قرص هيك بنايلون يقبل يسحب ويطب جوا، المفروض يسوي لنا اياه يعني لحمه سكياتشي ويا الحائط، بحيث يعني ماكو في الثغره بي. ها؟ وجوانب الا عرضات الاقراص ما سوانا على مود يصير سادن المكان يعني، ها؟ يعني المهم يمكن ما اذا مكلفنا 50,000 يمكن مكلفنا، ها؟ وماخذ باقي الفلوس كلها كروت ايده 275. هذا قبل راد كان ياخذ بوكيتا قبل هذا كان جاي 700,000 ياخذ، شنو؟ هي حدايد بعرف من الناس بس تعرف يعني ياخذون اقل فلوس وما يسوي لك شغل مضبوط يعني، هاي معنى هذا. طولت وياكم عذروني اصدقائي، ها حتى هذول الابخون كل التربيه ماتوا وقع اصدقائي، اول يوم سووه ثاني يوم نفس الشيء يعني وقع 110 اخذوا سووا شمنتو على اساس يستعملوه، ما استعملوا اصلا، استعملوا مالتنا القديم، ها واخذوه وياهم بلاش لهم 10,000، حتى ما طونا ال 10,000 مالته، ها يعني انتم تشترون شمنتو تحسبوه علينا وانتم ما تستعملوا تاخذوا لكم، و100,000 كروت ايدي و110، ها قلنا يسوون لنا السقف هاي السوالف ما كانوا مسوي كان احسن، ما سووه تلبيخ مالتهم كله كلاوات كله قام يشلع ووقع. اليوم بس طخيت بصبع يا اصدقائي، واحد تخله حائط بصبع يوقع وانا كل شيء طقيته بصبعي ووقع من عندي الحائط، شنو والشلفة من عند هالكبرات وقعت بدون ما اطخ قسم علي يوقع يعني، يعني كله بس من التزيق التلبيخ مالته مسوي بجص ما شنو. اول شمنتو قلت لهم لعل ما جبنا شمنتو لكم غير تسووا بشمنتو، لا ما يصير ما شنو شنو ما يصير، خلصوا بنص ساعة ما ساعة ونص ابويا قال لي اشتغلوا وقبل اخذوا 110 وشردوا حتى 5,000 ما يسوى الشغل مالته، على الاقل ادافعكم فلوس غير تشتغلوا شغل زين، الناس ما تتحرم لا حلال ولا حرام، ها ما اعرف اصدقائي يعني انا ادفع هكذا فلوس وبالاخير يعني ما يسوي الشغله مضبوطه، ها هاي بعد ما تقي معكم عندنا اصدقائي، اتمنى الفيديو عجبكم، لا تنسوا اشتراك بالقناه تفعيل جرس كل شيء جديد.